واش نوع الخلاف؟ ما حاجه بسيطه ما ليها معنى. احنا يا اخي حكيت له انا بالحكايه كل كيفاش صارت ومرته خلي يفك علينا من المشاكل وبعدك منها وكل. وبعد جاء خوه في الليل مشى شرب هو وياه شرب راجلي وحده وخوه وحده معناتها اما بعد تقابلوا واش نوع شرب الخمر صحه كيف روح للدار قال لي تعاركت انت وياه قلت له ماني حكيت لك وفي بالك بكل شيء قال لي انا ما عادش تلزمني وما عادش حاجتي بيك برا روح فك لي ولدي فك لي بورتابلو ويا فك لي المفاتح قال لي اخرج عليا ما عادش تلزمني. جيت جارتنا ام صاحبه كيف سمعت بالحكايه دخلت وهي وولدها ورجعوني معناتها للدار. كيف ان رجعت للدار سي بون طلب مني سماح وكل رايدين وكل خاطرش هذه يعني مشكل صغير بين النساء واش في علاش الرجال يدخلوا روحهم تعاودوا تولوا مع بعض وخلاص يعني ما بعد جا خوه حكى معاه كلمتين لبرا دخل داخل فك لي ولدي حطه في بيت النوم هذه المره الثانيه جبد كرسي من بيت الفطور ضربني بيه ثلاثة كسر على يدي ضربك كسر لك يدك؟ أي وعلاه؟ وراسي وثماني وكل شيء ما فقت كان في السبيطار هزني خوه الكبير ومرتو هزوني للسبيطار هادو ما لي كانوا يشكوا منك هما لا لا أخري خاطر هما أربعة مع بعضهم يسكنوا يعني ما شكيتيش بيه؟ ما شكيتش بيه وروحت لدارنا وجيت لب من يسمح من دارنا ويحاول وخاوته كامل واش ما قالولوش المرأة ما تنضربش عاركوه ندم جيت لب من يسمح وما عادش نعاود وكل كان مدمن على الكحول ولا كيفاش؟ مدمن هو على الكحول دائما يشرب دائما تما ما كانش في عقله لما ضربك هكا اي ما كانش في عقله كان شعر إيه هذه هي للأسف كثير من النساء خليني نفتح قوس ونقول كثير من النساء يعني يعانيوا العنف بشتى أشكاله يعني سواء مع أزواجهم ولا يعني المرأة تعنف فما كاش فرق في تونس ولا الجزائر ولا في المغرب ولا حتى في العالم كثير من النساء يعني يعانيوا العنف تاع أزواجهم وكاين للأسف حتى يلحقوا للموت فاحنا نقولوا لا للعنف للمراه لانه المراه ضعيفه وكل شيء يتحل بالحوار يتحل بالكلمه الطيبه ولا ما قدرناش ربي خلق الطلاق على كل حال لما تستحيل الحياه الزوجيه ما نضربوش بعضنا كاين حل واحد هو الطلاق وخلاص وواحد ما يضرب واحد.